شيء أشكركم على حسن الاستضافة. العلاقات اللي بين البلدين الشقيقين يعني قوية جدا وممتدة من جذور قوية، واليوم التعاون الرياضي جزء من هذه العلاقات. هذا ليس أول تعاقد مع الاتفاق مع الأهلي، النادي الأهلي الشقيق شرفنا في الدمام من قبل في حفل اعتزال لاعب من لاعبين الاتفاق، علاقة طويلة جدا نتشرف فيها، علاقة أخوية، ونتشرف مع علاقتنا مع جميع الأندية المصرية. أول شيء نشكر أسطورة العالم العربي، مش أسطورة الأهلي فقط، الكابتن محمود الخطيب، مجلس إدارة نادي الأهلي على التعاون في إتمام هذه الصفقة. نتمنى الكابتن أحمد كل التوفيق، أحمد طالع من بلده إلى بلده، من أهل الأهل، نتمنى له إن شاء الله التوفيق. وهذه جزء من يعني اليوم نتشرف احنا في الدوري السعودي ان عندنا 8 لعيبة بوجود أحمد من أشقائنا العزيزين جدا، أشقائنا المصريين. نحن مؤمنين انه أحمد إضافة فنية ان شاء الله حيفيد الفريق كثير بإذن الله تعالى. تعاقد 6 شهور وأي شيء ثاني بيكون مع الإخوان من النادي الأهلي بإذن الله تعالى. طبعا اليوم واضح انه أول شيء احنا نفرح لتأهل منتخبنا السعودي ومنتخبنا المصري لكأس العالم. اليوم النجوم المصريين في كل مكان إضافة، في جالية مصرية كبيرة في السعودية، في بلدها في السعودية. وطبعا اليوم اللعيبة الموجودين كلهم نجحوا، اللاعب العربي بصفة عامة سهل تأقلمه، فما بالك إذا كان اللاعب مصري وفي العلاقة الحميمية بين الجهتين. نتمنى الأحمد يكون إضافة للباقي 7 اللي موجودين السنة هذه، ويقدمون إن شاء الله بإذن الله تعالى مستوى لائق لهم إن شاء الله.